الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوتر عن أنس رضي الله عنه سئل عن القنوت فقال: قد كان القنوت، فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قيل: فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أورده الإمام البخاري في كتاب الوتر، وهو تابع للحديث السابق: باب القنوت قبل الركوع وبعده. طبعا في الحديث السابق، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. وفي هذا الحديث سئل: قد كان القنوت، قيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. يعني هنا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله أن القنوت يكون قبل الركوع، يعني لما ينتهي الإنسان من قراءة الفاتحة والسورة ثم يقنت، بعد القنوت يركع، بعد الركوع يقوم، ثم سمع الله لمن حمده ويكمل صلاته. نحن القنوت اللي بنعمله كما ذكر في حديث أنس أنه بعد الركوع وليس قبل الركوع. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقنت قبل الركوع، كان يقنت قبل الركوع، يعني بعد قراءة الفاتحة والسورة كان يقنت رضي الله تعالى عنه. فهنا أنس رضي الله تعالى عنه هو الذي سئل، قال: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، يعني قبل الركوع. فقيل: فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، يعني أنت قلت يا أنس أن القنوت بعد الركوع، فقال: كذب. كذب يعني أخطأ. العرب تقول لإنسان أخطأ، هذا من عادتهم، ليس كذب يعني من الكذب، لا، كذب يعني أخطأ. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. هون عم يبين سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن القنوت له أسباب، أو أن القنوت فيه يعني أمور. هناك قنوت وهو قنوت النوازل. فقنوت النوازل عند سيدنا أنس رضي الله عنه متى يكون؟ قبل الركوع. والقنوت العادي يكون بعد الركوع. وهكذا يعني أخذ بعض العلماء الذين قالوا بأن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. فقال رضي الله تعالى عنه: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، يعني في النوازل قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فقط. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء. فهنا بين السبب اللي قنت فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع. قال: بعث قوما زهاء 70 رجلا. هؤلاء يقال لهم القراء، كانوا من أهل الصفة وقد حفظوا القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد يعني عاهد، كان هناك عهد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبعض قبائل العرب. فهؤلاء القبائل الذين عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا أن يبعث إليهم مجموعة من الصحابة حتى يعلموهم الدين. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خيرة هؤلاء 70 واحد من القراء، فخانوا بهم وقتلوا 70 رجل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم، قنت على هذه القبائل اللي خانوا العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة شهر. قال: إلى بعث زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون ذلك، يعني دون ذلك أي غير الذين دعا عليهم. يعني المشركين منقسمين إلى قسمين، في قسم
كان في عهد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قسم لم يكن معاهدة. فالقسم ما فيش معاهد، الرسول صلى الله عليه وسلم عارف كيف ما كيف يتصرف معهم، ما بيبعث لعندهم رجال بدون سلاح أو عندهم علم حتى يعلموهم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيأخذ احتياطه، يبعث لهم جيوش، يعني يفعل ما ينبغي أن يفعله، بخلاف هؤلاء الذين كان عهد بينه وبينهم. لما بيكون في معاهدة خلاص، يعني أنت تقول هؤلاء مسالمون في عهد بيننا وبينهم، وهم طلبوا أن نأتيهم بمن يعلمهم. فقال: وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، يعني هؤلاء. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، ظل شهر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هذه القبائل، وهم رعل وذكوان وعصية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم في قنوته. هذا الحديث طبعا أنس كما قلنا لما سئل في صلاة الصبح قال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده، في حديث. وهنا كذلك القنوت بعد الركوع كما ذكر سيدنا أنس أنه للحاجة، إذا كان بعد الركوع ففي قوله أنه للحاجة، ولغير الحاجة قبل الركوع، لغير الحاجة قبل الركوع. طبعا يعني هناك وارد أحاديث أخرى في قضية القنوت في الصلاة، وخاصة صلاة الوتر، نحن في باب الوتر. حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، يعني لما بيوتر يقول هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر الدعاء. وهذا الحديث صححه الترمذي، وهو ليس على شرط البخاري، لذلك لم يضعه في كتابه، لذلك جاء بهذه الأحاديث حتى يبين مشروعية القنوت في حد ذاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.